بنتعلم بعد أكثر من شهرين، حتى بس شوف شغلة بدي خيط مثلها بقدر خيط. شكرا لكم. حضارات عمرها آلاف السنين تناقلتها شعوب الحوض المتوسط في خصوصية جمعت هذه البلدان في ثقافة متمازجة امتدت على طول شاطئ البحر المتوسط. هذا التمازج الحضري ليس وليد اليوم بين دول المتوسط، بل عمره مئات السنين من عمر الفينيقيين الذين تفردوا في نقل التجارة إلى البلدان المجاورة للمتوسط. وكسائر بلاد الشرق الأوسط ذكر لبنان في أقدم الآثار المكتشفة في المنطقة. موقعه على ساحل البحر المتوسط وتوسطه الطرقات التجارية بين أوروبا آسيا وأفريقيا جعله مرتعا لثقافات عديدة، مشكلا أول طريق بحري مرت عليه بضائع الشعوب المتحضرة. فحمل لبنان إرثا ثقافيا يشكل كنزا لأبنائه، إرثا له طابع ثقافي عربي مطعم بتأثير غربي. بغية تعزيز هذا التراث الثقافي وفتح أفاق جديدة لشعوب المتوسط كي تعي أهميته وتتبناه، تم إطلاق برنامج التراث الأوروبي المتوسطي الإقليمي في أعقاب مؤتمر برشلونة عام 1995، حيث برزت الثقافة عنصرا أساسيا لتنمية التفاهم المشترك بين هذه الشعوب. وقد تم تنفيذ هذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية تقدر ب 57 مليون يورو إلى أربع مراحل، انطلقت أولاها سنة 1998، وقد بلغ اليوم مرحلته الرابعة التي تمتد من 2008 إلى 2012. خصص الاتحاد الأوروبي ميزانية تقدر ب 17 مليون يورو لتمويل 12 مشروعا في إطار المرحلة الرابعة من برنامج التراث الأورو متوسطي. سنسلط الضوء على ثلاثة منها، وهي أساسات من أجل مستقبل متين، مارينوستروم ومدلر. أساسات من أجل مستقبل متين عنوان المشروع الأول، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الشباب للتراث المادي وغير المادي في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية الجديدة لدعم التراث الثقافي كجزء من الثراء العام الواجب حمايته. وقد خصص لهذا المشروع الذي يمتد من عام 2009 حتى عام 2011 وتديره مؤسسة ميرسي كور غلاف مالي بقيمة 1,127,654 يورو. يهدف مشروع أساسات من أجل مستقبل متين إلى تنمية الحس الثقافي لدى شباب لبنان والأردن من خلال إشراكهم في جولات سياحية وتثقيفية على المواقع الأثرية والأبنية القديمة والمتاحف الرسمية في كلا البلدين. جعفر ابن طرابلس هو احد الشباب اللبناني الذي رافق مشروع اساسات من اجل مستقبل متين في جولاته المناطقية. فبين عوده وجذوره تمسك جعله يتعلق بارضه ويدرك اهمية ما تركه الاجداد. هالمهنة كان فيها جدة صدقية
من فوق 60 سنة لا أكثر كمان 60 سنة أنا بدي أعتبر أنا هلا بيا من 53 سنة رجع بيا حدا من جدة رجعت نحن ثلاث شباب بالبيت أخذناها من بيا حتى بس بالعكس بيا طورها أكثر عن بيا وأنا طورتها أكثر عن بيا بعد ما الاتحاد الاوروبي وفتنا بالمشروع الاساس الثقافي تبع الاساسات لمستقبل المكين حبيت اني خد اكثر بالاشياء القديمه والشرقيه وهالاشياء هي انا لو عارف انه مثلا الاتحاد الاوروبي بده يعملنا هالمشروع فانا بس استفيد ما كنت بفوت في هالمشروع بدي انا مثل ما في كتاب تاريخ مثل ما في كتاب تربيه مثل ما في كتاب مات مثل ما في كتاب سيون يكون في كتاب تراث الاتحاد الاوروبي حتى ما خبرنا استاذ سلام عم يعمل كتاب عن التراث ما التراث والقصص هي هذا اللي حبسني اكثر يمكن انا حكيت للعالم المجتمع اللي عايش فيه لاختي لو ما راحت معي حكيت لها شو هو لبنان شو هو تراث وشو هو كذا وشخص بيقول لها شخص وانا قلت هالشيء لاصحابي لرفقاتي شو هو تراث بلدهم لبنان وبرجع بقول لك اللي حبسني من المشروع اكثر انه ما وقف بالاعلام لازم نفرجي شو تراث بلدنا يوعي هالشباب وهالعالم يوعينا من لبنان الى الاردن محطة تاريخية جديدة بالنسبة للشباب فمدينة عمان ذات 100 عام اقيمت على انقاض مدينة عرفت باسم ربة عمون ثم فيلادلفيا ثم عمان اشتقاقا من ربة عمون واتخذها الاردنيون عاصمة لهم قد أنشئت المدينة على تلال 7 لتشكل مركز المنطقة هايا فتاة من إربد إحدى المدن الأردنية التي تم اختيارها في إطار مشروع أساسات من أجل مستقبل المتين للتعريف بما تختزنه من تراث ثمين أحبت هايا أرضها عادات قريتها وتقاليد أجدادها ما دفعها إلى خوض هذه الرحلة الثقافية أحب صراحة أن أعرف مواقع الأثرية الموجودة بالأردن ومشان هيك شاركت في مع مركز الأميرة بسمة بالتعاون مع ميرسي كور كان هذا الشيء بس مشان نعرف عن أو نوثق التراث الأردني الموجود هاي تحبينها كثير محبا دورة في طبقات كثير صارت بين الأردن وسوريا هنا في شغلات تعودوا عليها يعني كأكلة سورية وفي شغلات بفضلوها مثلا الأردنية أكثر من السورية مثلا الملوخية الطبخات القديمة كمان الأشياء اللي نحن حاولنا أنه نطبقها بالموروث الثقافي والأشياء اللي حاولنا اكتشافها عن طريق مشروع وهي الطبخة كمان من ضمن الأشياء اللي اكتشفناها بعض من دخلنا مع بعض على المشروع يمكن صارت الأرض بالنسبة لنا أو الأربد بالنسبة لنا هو كان ما كنا عارفين شو فيه يعني كان في أشياء كتير حوالينا وما كنا منتبهينها يعني حتى صداقتنا يمكن صارت أكثر نطلع مع بعض أماكن كتير تعرفنا على أشياء كتير يمكن ما كنا نعرفها يمكن صداقة المدرسة تقتصر على دراسة على إشي أما هون صرنا عم نشتغل مشاريع مع بعض عم نفكر مع بعض